اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديوهات اللي قبل كده احنا اتعلمنا ازاي نصد هجمات السكينه وازاي نتخلص من اصعب المسكات القويه وازاي نصد جميع اللكمات بمختلف انواعها، لكن احنا ما اتعلمناش ازاي ان احنا نقف وقفه وينج تشن صح، ما اتعلمناش ازاي ان احنا ناخد وضعيه الهجوم والدفاع، وهو ده اللي احنا هنتعلمه في الفيديو ده. انا عايزك تتعلم اسلوب، مش عايزك تتعلم تكنيك وبس، عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه، ولو انت اتحطيت في اي موقف ونسيت التكنيك اللي انت متعود عليه تستخدم اسلوبك اللي انت متدربه، مش تستخدم التكنيك اللي انت نسيته من اساسه. علشان كده احنا هنتعلم في الفيديو ده ازاي تقف وقفه وينج تشن صح، وكمان هنقول لك الفايده بتاعتها. طيب وقفه الوينج تشن عامه بتتعمل بالشكل ده، في مدرستين، هقول لك المدرستين، في مدرسه بتعملها بشكل وفي مدرسه بتعملها بشكل مختلف. اول مدرسه بتعملها بالشكل ده، ديت وقفه الوينج تشون بالنسبه لمدرسه معينه. طب في مدرسه بتعملها بالشكل ده، طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اول حاجه انت بتعملها بتضم رجليك كده وبتقف وقفه عاديه، وبعد كده بتتني ركبتك الاثنين بالشكل ده، وبعد كده بتفتح علامه سبعه كبيره بالشكل ده، وبعد كده بتحولها لثمانيه تاني، بقت وقفه الوينج تشون اهي، بتقف الوقفه ديت. الوقفه ديت بتخلي الايد الشمال موجهه للسنتر لاين اللي هو خط المنتصف، والايد دي نفس الحكايه بوضعيه مفتوحه كده. خلي بالك علشان في ناس بتعمل الابهام بالشكل ده، لا اقف بالشكل ده، لان انت لو عملت بالشكل ده في اي فايت لو جه ركله على الصباطه كل سنه وانت طيب القصر، فعشان كده خليه بالشكل ده ما تخلوش بالشكل ده. يبقى اصبح دلوقتي ادي وقفه الوينج تشن الصح بتتعمل ازاي، وهنقول برضو فايدتها. اصبح دلوقتي بتتني ركبتك الاثنين، بتعمل علامه سبعه، سبعه كبيره كده بالشكل ده، بعد كده بتحولها لثمانيه وبتقف في الوقفه دي. وخلي بالك من صبع الابهام زي ما احنا اتفقنا، يبقى صبع الابهام بالشكل ده مش بالشكل ده، عشان لو بالشكل ده لو انت خدت فيه اي ضربه هيتكسر وهكذا. طيب ده من ضمن المدارس. طب بالنسبه للمدرسه الثانيه ما بتعملش علامه السبعه دي، بقى بتحولها لثمانيه، بتتني الركبه كده بتعمل ثمانيه، وبعد كده سبعه وثمانيه تاني، يعني من الاخر كده احنا زودنا الخطوات. انا عندي المفضله ليا اللي هي ايه؟ بتاعت السبعه على طول. وهكذا. طيب وقفه وينج تشون ايه لازمتها؟ وقفه الوينج تشون لما انت بتيجي تقف الشكل ده، لو واحد جاي داخل عليك هجوم بتتعامل معاه، طب افرض جاي من ناحيه اليمين بتتعامل معاه، طب افرض جاي من ناحيه الشمال بتتعامل معاه، طب افرض جاي من وراك، وهكذا. طيب لو انت واقف اي وقفه عاديه مثلا زي وقفه ام ام اي او مواي تاي او كيك بوكسنج او كاراتي او غيره، او اي وقفه عامه غير وقفه رياضه الوينج تشون، لما انت او مثلا واقف وقفه بوكس، لما انت بتيجي تقف وقفه البوكس واحد اثنين، طب عايز تتوجه لهنا تضطر تعمل كده واحد اثنين، طب عايز تتوجه لهنا واحد، يبقى شايف انت اتحركت قد ايه. طب لو واقف وقفه مواي تاي او ام ام اي مثلا، انت عايز تهاجم مثلا، يعني مثلا انا واقف في الوضعيه ديت واحد اثنين، طب ده واحد اثنين، طب ده واحد اثنين، وهكذا. يعني انا كده اضطريت ان انا ايه، قعدت اتحرك تحركات كتير وخدت مجهود كتير من نفسي، يعني مع اساسا مع اول اثنين بيهجموا عليا هنهج. يعني مثلا واحد جاي من هنا مثلا ركلات مثلا واحد اثنين ولكمه، طب هنا واحد اثنين، طب هنا، شايفين خدت مجهود قد ايه وتحركات قد ايه؟ طب وليه؟ طب ما بالوينج تشن الموضوع بسيط جدا. ادي اللي قدام. يبقى اصبح دلوقتي انا اتجهت لليمين والشمال وقدام ورا وانا واقف في مكاني. طب بنعملها ازاي؟ مثلا ناحيه اليمين بتخلي الرجل دي متنيه ودي بتفردها بالشكل ده. وبعد كده ادي اهي بتهاجم، وممكن بقى تخش وتهاجم عادي. وممكن تهاجم وانت واقف مكانك. طيب لو قدامك اهي، ما هي كده كده انت اللي قدامك مكشوفه بالنسبه لك. طب من ناحيه الشمال، من ناحيه الشمال يبقى تفرد الرجل الشمال اهي بالشكل ده. طب من ناحيه الورقه، وممكن اساسا تلف من ورا وانت واقف مكانك وتطلع، وهكذا. فعلشان كده خليك دايما واقف وقفه وينج تشون. ومن هنا انا برد بقى على الناس اللي بتقول ان وقفه وينج تشون وقفه معوقه وملهاش اي لازمه، هي دي لازمه وقفه الوينج تشون. واكيد انت مش هتفضل واقف بنفس الوقفه ديت، لا
انت هتكمل وهتخش هجوم، يعني مثلا رجل قدام ورجل ورا وهتخش هجوم، مش شرط ان انت تخليك واقف في مكانك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ونشوفكم في فيديو جديد.